لاحظوا على ان الان الناس اللي كيدخنوا عندهم خصوبه منخفضه، الخصوبه علاش؟ لان الخلايا ديال الخصوبه هي خلايا حساسه جدا، وهي اللي كتاثر، هي الاولى اللي كتاثر خلايا الدماغ كذلك، النورونات هادو. فيعني هاد اللي متان هاد السيده ناكدوا لها 100% ان النحفه ديالها من التدخين. ثم ان هاد السيده هادي ولا الاشخاص، جميع الاشخاص، انا قلت الاسلام فيه الحل ان شاء الله، ونحن نعطي ما ينفع الامه، نحن نريد ان ننفع الامه وليس هذا كلام هكذا. فجميع المتدخنين، المدخنين والمدخنات، يعني كل شيء علينا ذكور واناث، يقطعوا السيجاره باسهل ما يمكن اذا اولا كانت العزيمه والاراده، العزيمه، وان الله سبحانه وتعالى هذه القضيه العزيمه دي يعني اكد عليها في القران، فاذا عزمت فتوكل على الله. حتى للرسل، الرسل دائما كيخدموا بالعزيمه هذه. فهذا الشخص هذا تكون عنده عزيمه، يعني يعمل في نفسه انه رمى هذيك السيجاره ما غاديش تقتله، ما غاديش تقتله، هي ما هي خبز ولا لحم ولا زيت، ما غتقتلوش، غير يكون هاني ما غتقتل، يعني الا قطعها راه ما غتقتلوش، ما غاديش يموت لانه قطعها. هذه عامل غادي يساعده نفسيا. ثالثا عامل عضوي، انهم يقطعوا منتوجات الحيوان يرجعوا نباتيين. غير يحيدوا منتوجات الحيوان يرجعوا نباتيين. من اللي غادي يرجعوا نباتيين يعني تكون عنده عزيمه قويه ويذكر الله، لما لا؟ كاينين الناس اللي يعني عطيناهم هذه الطريقه ونصحناهم، بداو كيقراوا القران، علاش؟ لان هذاك القران كيعمرهم وكيمسيهم في هذيك المسائل الاخرى، وغادي يساعدهم من الحاله النفسيه على تجنب هذه السيجاره. هذه يعني مؤكد، يعني كاين واحد نسبه كبيره، نعم، هذه التجربه هذه نجحت، يعني هو الرقم الان غادي ربما يبهر، هو رقم باهر، ان هذه الطريقه هذه نجحت ب 80%. ما شاء الله. نعم 80%. ان هذه العامل النفسي تكون عزيمه وقوه، انه ما غاديش يموت الا قطع هذيك السيجاره. ثم ان يرجع نباتي، علاش؟ لان ملي كيرجع نباتي كيولي الدم ديالو جاري، كيولي الدم خفيف، ماشي ثقيل، ثم كياخذ هذوك المضادات للاكسده من النبات والالياف والفيتوستروجينات اللي غادي يساعدوه كذلك على يعني تعويض هذيك، غادي يعوض طبعا، وغادي يكون غادي ديك العاده السيئه ديال السيجاره. اكيد اكيد. وكيف ما كان الحال كيلاحظوا الناس على ان حتى الخلقه ديال هذوك الناس اللي كيدخنوا كيكون الجسم ديالهم نحيف، حتى تشوه وصل يعني حتى كيتشوه، تولي ديك الساق رقيقه جدا، الركبه ديالو كتبقى تبان، اللي يعني هذا البطن ديالو كيكون داخل، حتى المعطف ديالو ما كيكونش شاد عليه مزيان، كيكون يعني بشع بهذيك النحافه، وكتولي نحافه عرضيه، يعني حتى الاسنان ديالو، الفم ديالو، البشره، هذا العظم ديال الوجه، العظومه هذو ديال الوجه كيخرجوا، العظم اللي تحت الودن كيخرج، كيعلين، كيكون هذو، حتى الشيب كيظهر بسرعه، علاش؟ لان عنده شيخوخه المبكر، لان الجسم كيتسمم يعني كل يوم وكل ساعه، فكيكون عنده شيخوخه المبكر، البصر ديالو كينقص، الشيب ديالو كيظهر بسرعه، العظام ديالو كتسوس، يعني اكيد اكيد اكيد. اذا كنتمناو فممكن يعني الناس تبعوا هذه النصائح هذه. انا قلت بان التجربه الحمد لله نجحت ب 80%، وان عملوا الاول في رمضان، العام الفايت في رمضان، نصحنا الناس باش اللي باغيين يتوقفوا عن التدخين يتوقفوا جماعه، كونوا أربعة وخمسة باش كيكون يصليو مع بعضهم، يصليو مع بعضهم، يبداو يجتمعوا يقراوا قرآن ويخرجوا يدوروا ولا حاجة ولا سمي، ويقطعوه علاش؟ لأن ذاك العامل ديال الجماعة اللي كنسميو لي في جروب، عامل الجماعة كيبداو يشجعوا بعضياتهم، ممكن يقطعوا حتى واخا يكونوا بنات ولا أولاد، ماشي مشكل، ولا يكونوا كاع مخلطين، ماشي مشكل. يعني كيش اللي قلت أن الإسلام أنه يتعامل مع الناس بحكمة، ويتعامل بصدر رحم، ويتعامل برفق، وعنده حل قوي، الإسلام عنده حل قوي، ماشي ترقيع، عنده حل قوي، انه الامور كلها كيضربها، المشاكل كيضربها من الجدر وليس من الاغصان.